وسهلا انتصار وجوي وأستاذ عبد الله العتيبي، أسفرت ونورت عائلة مميزة ومختلفة. أهلا 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 وسهلا. جوي، كيف لقيت اختلاف الثقافات بين الثقافة الأمريكية والثقافة السعودية؟ شوفي، أنا أول بنت لأمي، فأنا كنت تجربة ماما. فأول ما جت للسعودية كان عمري تقريبا 3 سنوات، وتحمست، قلت إحنا في بلد دولة جديدة ومتحمسين، أبغى بنتي تتعلم الثقافة واللغة العربية زي البنات كلهم. فحطتني في مدرسة عربية، ما حطتني في مدرسة انترناشنال، وكان لازم أبدأ من الزيرو، ما كنت أعرف أي شيء. فبدأت أتعلم اللغة والثقافة، وكنت أرجع البيت طبعاً وأعلم أهلي، عشان أبوي وأمي أمريكان فثقافتهم أمريكية، الأفلام اللي أتفرج عليها أمريكية، أكلاتنا أمريكية في البيت. فأنا كنت أحياناً أروح المدرسة وأرجع وأعلمهم بعض الأشياء. بدأنا نروح للخروجات وعزومات سعودية ونشرب القهوة، شوية شوية مع الوقت بدأنا إحنا مدري اندمجنا، وصار في البيت عندنا ثقافة ميكس. فأيام ناكل أكلات أمريكية وأيام ممكن ناكل جريش. Well, if I could go back to my family, my grandparents, they're all mixed. But my immediate family, I have 4 children, and they're biracial. Their father is a white American, I'm a black American, and we both embraced Islam and agreed that we would move to Saudi Arabia to raise our family here. So our marriage lasted for 16 years, and then Allah replaced him with another husband to add to the, a different husband to add to the mix, you know, an Arab husband this time around. Because I was Muslim, you know, I think it made it easier for me to adapt to the cultural differences because I was already around Muslims in America. So when I came to Saudi Arabia, I think it was the first time I was around Saudis. They embraced me and they totally embraced my family. And I did every day sit with Saudi women because at one point when I first came to Saudi Arabia, I went to Madrasa Umiyya and I completed Saf Thani. Yeah, this is the night school for the women, and so I completed 2 grades. تعالوا اليوم معايا ناكل فطار مع بعض. We're gonna try some breakfast. Let's see how it is. Everyone says this place is good. I'll let you know. أتوقع أول مرة نزلت أصلاً فيديو على تيك توك كان صدفة كذا. رديت على كومنت، أحد قال لي تكلم إثبتي لنا إنك تتكلمين عربي أصلاً، عشان كل فيديوهاتي كانت إنجليش. فنزلت فيديو وانا اتكلم عربي، وردت فعل الناس للفيديو هذا يعني انا ما توقعتها، بس بعدها صاروا يقولون لا انت مصريه، اكيد انت عربيه، اكيد عندك عرق عربي. فبدات انزل فيديوهات اكثر واكثر، احاول اثبت لهم لا انا من جد بس امريكيه واصولي كلها امريكيه وبس. فكل مره انزل فيديو كل مره التفاعل معهم اكثر. مشاعل السعد، MBC، المدينة المنورة.